السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل حسن قناة أوبن بوفيه. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله السمبوسك بأربع طرق، في التسوية وفي اللف والتشكيل وفي الحشوات. إن شاء الله تعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين، يلا بينا نبدأ. هعملها بالفراخ، بصدور الفراخ البانيه اللي احنا بنجيبها ونعملها اللي هي الفيليه يعني، او ممكن انت لو عندك اي صدر فرخه مثلا تستخدميه عادي. اهم حاجه ان انت تقطعيه شرايح رفيعه زي ما احنا شايفين كده. انا مش بحب افرمه، مع التجربه يعني لقيت ان التقطيع بالطريقه دي افضل في حشوه السمبوسك. شايفه بنقطعها رفيع جدا وبقى مكعبات كده صغيره جدا زي ما احنا شايفين. هتقطعي كلها طبعا. صدور الفراخ دي احنا غسلينها كويس ونقعينها في ميه وملح وخل زي ما شفنا محلول النقع، بس ما تكتريش عليها. معايا بطاطسايه هبشرها او هتضربيها في الكبه زي ما تحبي، او تقطعيها قطع نفس القطع الصغيره بتاعه الفراخ بالظبط. ممكن تبشريها بسرعه برده مش هتاخد معاكي وقت. وبعدين هنبتدي بقى ان احنا نجهز الحشوه بتاعتنا. هننزل على طاسه من الطاسات اللي هي مش بتلزق دي، تحطي اي ماده دهنيه انت بتستخدميها. انا استخدمت هنا زيت، بسيبه بس كده يسخن شويه وبعدين بنزل بالفراخ علشان ما تنزلش ميتها زي ما قلنا قبل كده. تبتدي تقلبي على نار عاليه علشان الفراخ بتنزل ميه دايما واحنا مش عايزين كده. حطيت بابريكا وحطيت بهارات فراخ وممكن شويه من الشطه. التوابل بتاعتك دي بقى زي ما انت حابه، ممكن تحطي كاري، ممكن تحطي زنجبيل، زي ما تحبي يعني. زودي في البهارات طعم اللي انت بتحبيه. انا حاطه كمان فلفل اسود. وبعدين بعد ما الفراخ تنشف من الميه بتاعتها تماما كده وتاخد تحميره خفيفه، وسعي جزء كده من الطاسه زي ما احنا متعودين مع بعض، شفنا في الوصفات اللي قبل كده قلت لكم السبب ايه. بنزل البطاطس وببتدي اقلبها. طبعا انا ما بحبش احط البطاطس مباشره على الفراخ علشان ما تحسيش ان هي كانها مسلوقه، بحب اخليها تاخد تشويحه كده الاول وبعدين بقلبها كلها ومش بزود ميه ولا اي حاجه. طبعا بقى بتهدي النار اول ما بتبتدي تلاقي كل يوم بتبتدي تهدلهم النار تماما لغايه ما تستوي وخلاص، وبتظبطي الملح بتاعك وكده. الحشوه دي الاولى دي بقت جاهزه، بنستخدمها بقى بعد ما تبرد شويه، بنسيبها شويه كده ونستخدمها. الحشوه الثانيه معايا هعملها بالعصاج، برضو بستخدم برضو الطاسه اللي مش بتلزق، بتسهل علينا كتير جدا. انا عاده في الحاجات اللي بستخدم فيها اللحوم بحب انزل اللحمه الاول على الطاسه السخنه او الجريل او كده علشان تحتفظ بالعصاره بتاعتها، بس في العصاج بفضل ان انا الاول اقلب شويه البصل لغايه ما يوصل اللون ده، وبعدين برضو بنعمل نفس الكلام، اوسع مكان ما انزلش اللحمه مباشره على البصل، بزود شويه من الزيت وبعدين انزل اللحمه لما اتاكد ان هي سخنت مكانها اللي هتنزل فيه، علشان برضو الكلام اللي احنا بنقول عليه تنزل تحتفظ بالعصاره بتاعتها على تنزل مباشره يعني، تاخد زي صدمه كده وتحتفظ شويه بالعصاره بتاعتها ما تنزلهاش، وتحسي انت في الاخر انت بتاكلي حاجات مسلوقه يعني مش واخده تشويحه. فلفل اسود برضو، شطه، سبع بهارات. البهارات والتوابل والكلام ده ممكن انت تتحكمي فيه زي ما تحبي. تاني حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها، ان انت ممكن تعملي كمية السمبوسة كلها اللي هتستخدميها طول الشهر، عشان كده انا عاملة كمية عصاد كتيرة هحشي كله واجمده في علب زي ما قلت. الجهازات ديت بتنفع وبتريحنا، شفنا في فيديو البطة ازاي المكسرات والحاجات دي نفعتنا في الرز بالخلطة. طبعا انا حطيت جزر برضو بنفس الطريقة، وبعدين بزود نص كوباية مية سخنة وبغطيها، وطبعا لو احتاجت تاني بتزوديها. دي حشوه الجبن، ميكس جبن مع مشروم، مشروم متقطع صغير ما شوحتوش ولا اي حاجه. ودي حشوه العصاج ودي الفراخ، وطبعا معايا السمبوسك ان احنا هنستخدمها سواء انت عاملاها في البيت او شاريها جاهزه. ده الدقيق مع ميه حوالي معلقه ومعلقه كده لغايه ما تظبطي القوام بتاعه، هوريكم ازاي. وهنشوف اللف، طريقه اللفه الاولى. طريقه اللف يعني تتشاف احسن ما تتقال، فانتوا شوفوا بقى انا بعملها ازاي كده بالراحه. انا بس تانيت الجزء ده، يعني انت بتاخدي مسافه ضعف الضلع الصغير. اهم حاجه معايا هي الدقيق اللي انا عاملاه بالميه ده، يكون القوام اللي احنا شايفينه ده كده.
علشان يلزق معايا وما يبقاش، لو كان تخين قوي هيعجم مني. والاجزاء اللي في الاركان دي ناخد بالنا منها انها ما تبقاش مفتوحه علشان ما تنزلش مني الحشوه اثناء التسويه. كل حته قدامك شايفاها ان هي طالعه بتلزقيها بشويش وكده، شايفه ازاي بقت جاهزه ان هي تتحشي ومش مفتوحه من تحت ولا اي حاجه. بتحطي الحشوه ما تكتريش علشان ما تتفتحش اثناء التحمير او التسويه اللي احنا بنسويها، يعني ممكن كده معلقتين صغيرين، تتاكدي ان هي مش مليانه جامد. وكمان برضو ما تبقاش الحشوه قليله علشان بعد التحمير بتحس ان هي الحشوه قلت فيها. بتحطي اللي هو الخليط بتاع الدقيق ده علشان نلزق كويس، وبعدين نبتدي بقى نتني الجزء ده كده على ده علشان نقفل كويس. وزي ما اتفقنا الاجزاء اللي في الاطراف فوق بندخلها في اي فتحه، زي ما هوريكم دلوقتي الفتحه دي مثلا كده، بروح مدخله الجزء ده من جوه، لان هي لو اتحمرت هتفضل واقفه كده. فانت بتظبطي الشكل بتاعك بحيث هي ده اللي هيتقدم بيه، يعني هي كده خلاص جاهزه لان هي هتتحمر، هتفضل بنفس الشكل ده، هي بس هتنتفخ شويه اثناء التحمير او التسويه. شكلها جميل جدا وتبقى مناسب. الشكل التاني معايا انا بقسم ورقه السمبوسك نصين، وبرضو بدهنها كده حواليها، بدهن حواليها وبعدين بحط الحشوه وبعملها شبه يعني الرول كده الصغير. الحشوه دي الطريقه دي بتنفع لما يكون عندك مثلا كميه ورق سمبوسه قليل وعايزه تحسي يعني ان انت عملتي كميه، فبتختاري الطريقه دي. كمان بتنفع مع الاطفال، لو عندك اطفال بيحبوها جدا الشكل ده، بتبقى شبه البونبوني كده. اهم حاجه انا اقفل الاطراف بتاعتها كويس بعد ما بتحشيها، بتاخدي برضو جزء من خليط الدقيق وتضغطي على الاطراف جامد. يا جماعه انا بشكر الناس اللي بتعلق، تعليقاتكم جميله والله وبتعجبني، وبرحب طبعا بالناس الجديده اللي معانا، وبقول لكم بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس علشان توصلكم بقيه وصفات شهر رمضان وبقيه وصفاتنا مع بعض ان شاء الله. ضغطنا جامد على الاطراف بقت بالشكل ده معايا، بصي شبه البونبونيه بعد ما بتتقلي او تسويها باي طريقه اللي احنا هنقولها، الطرق اللي احنا هنقولها هي جميله جدا. تالت طريقه معايا، بجيب ورقه السمبوسه كده وبحط التانيه فوقها، بستخدم فيها اتنين، يعني واحده بنستخدم الورقه بتطلع اتنين، وواحده الاتنين بيطلعوا واحد. فدي انا هعملها بالجبن، يعني الشكل ده انا بفضل في حشوة الجبن اكتر. وتبتدي تلفي بقى واحدة يعني خلف خلاف زي ما بنقول، واحدة فوق التانية بحيث نقفل مفيش جنب يبقى مفتوح معايا وينزل الحشوة اللي موجودة، فواحدة خلف التانية يعني زي ما احنا شايفين كده. بقولك ان انت تشوفي احسن من ان انت تسمعي اللي انا بقوله. ان شاء الله الناس اللي جربت البط بتاع اول يوم رمضان يقولوا لي في التعليقات، والناس اللي بيكتبوا لي على الخاص في الماسنجر يا جماعه بيشكروني، انا بشكرهم جدا، بس حابه الاكتر ان احنا يبقى تعليقاتنا هنا على العام احسن. يعني بصوا كده يبقى السمبوسه بتاعتي جاهزه. ممكن بقى انت بعد ما بتعمليها تقطعيها نصين. الطريقه الرابعه اللي هي اللي احنا عارفينها بتاع القرطاس المعتادة السهلة دي، بس انا بعملها بقى بالطريقة دي للناس اللي مش بيعرفوا يعملوا القرطاس. بتعملي مثلث وبعدين بتتنيه بالجنب كده، لما تعملي الطريقة يعني تعملي القرطاس بالشكل ده بتعرفي تتحكمي في الكورنر اللي تحت ما يبقاش مفتوح منك وينزل الحشوة والحشوة تنزل مني، فبتقدري تتحكمي فيه اكتر. لكن طبعا لو انت بتعمليها قرطاس كده سريع وتقدري تتحكمي، انا بس بوريكم كل الطرق. ممكن انت بقى تخلي كل شكل محشي حشوه مختلفه علشان تقدري تفرقي على السفره وتبقي عارفه ان ده مثلا محشي عصاج الشكل ده، الشكل ده محشي فراخ، زي ما تحبي، او لو بتحبوا كل الحشوات خلاص مش مشكله. وزي ما قلت لكم انت بتحشي كل الكميه اللي انت عايزاها، وممكن بقى تجمديها قبل ما تحمريها او تسويها، تجمديها في علب بس تكون محكمه الغلق، وما تحطيش ما تكتريش فوق بعضه علشان بين الطبقه والتانيه بتحطي فاصل، يا اما بورق زبده زي ما شفنا في تجميد الطماطم، وفي حاجات كتير احنا عملناها مع بعض تجميدات، تحطي فواصل علشان ما تلزقش في بعض اثناء التجميد.
وبعدين بتستخدميها بقى بعد كده، بتبقى بتسهل عليكي زي ما قلت لكم قبل كده في التجهيزات بتاع المكسرات، بتسهل علينا جدا. اتاكدي ان كل حته اتقفلت تماما، حتى الاطراف لو انت مش مقفوله معاكي كويس ظبطيها بخلطه الدقيق. اول طريقه في التسويه معايا هي في الفرن، انا برش رشه زيت في البايركس او في الصينيه زي ما تحبي، بتاكدي ان هي ترش زيت عليها من الاتجاهين. طريقه التسويه في الفرن دي جميله جدا وحلوه للناس اللي هي بتعمل دايت، هي بس مجرد ان انت ترشي زيت وبتدخليها على الرف الاوسط وبتتابعيها بقى لغايه ما تلاقيها اتحمرت، ممكن تشغلي لها الجريل. ده طريقه التسويه التحمير العاديه بتاعتنا، بس انا بفضل ان انا احطها على الشبكه دي علشان اقدر اصفيها كويس جدا من الزيت، اوصليها بقى للون اللي انت حباه. قبل ما بعد ما بتحمريها بتسيبيها شويه في الشبكه تنزل اي زيوت فيها، وبعدين بتنقليها على مناديل مطبخ، لان السمبوسك اللي بتتحمر بتشرب كميه زيت كتيره جدا، وانا ما بفضلش احمر السمبوسك الجبنه بالتحديد، ما بحبش احمرها لانها الجبنه فيها زيوت بتسيح وكمان بتمتص كميه زيوت من اثناء التحمير. دي بقى الطريقه اللي انا بحبها جدا 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 وعايزاكم تجربوها، طريقه الطاسه احلى طريقه بجد لتسويه السمبوسك. برضو بتحطيها في طاسه غير قابله للصق، يعني اللي هي ما بتلزقش دي جرانيت او التيفال، انا بفضل الجرانيت، وبترشي لها رشه زيت خفيفه وبتبتدي تقلبيها تغطيها طبعا لغايه ما تتحمر من الجزء الاسفل، وبعدين تقلبيها. ممكن لو حسيت ان هي نشفت شويه تحطي معلقه ميه دافيه في جنب الطاسه كده وتغطيها، لكن انا ما احتجتش ان انا احط، بتحطيها طبعا على نار هاديه. الطريقة الرابعة دي بقى غريبة شوية ومختلفة، مش عارفة اكيد يعني ممكن في ناس تكون عارفاها ولا لا، دي في الميكروويف. انا اكتشفتها كده بالصدفة، بتحطيها 30 ثانية ب30 ثانية بتستوي وكل حاجة، بس هي مشكلتها ان هي ما بتتحمرش وتاخد لون التحمير. فاحنا ممكن نتغلب على الموضوع ده بان هي ان انت تحطي لها صوص شيدر اللي احنا عملناه مع بعض، او تحطي كاتشب او اي صوصات عليها لو انت مستعجله او بتعملي دايت او حابه ان انت تاخدي حاجه ما فيهاش زيوت خالص، ممكن تعملي طريقه الميكرويف دي اللي هي متحمره في الزيت عادي احنا زي ما احنا عارفين، ودي اللي في الفرن برده بتتحكمي في اللون زي ما انت عايزه، بتبقى خفيفة وجميلة برضو بتاعة الفرن، بس هي ممكن تكون بتنشف شوية. فأنا بفضل الطاسة لأن طريقة الطاسة شايفة إزاي طالعة مقرمشة وجميلة ومش شاربة زيت ولا فيها أي مشكلة خالص، بتاعة الطاسة دي عايزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها. وبتاع الميكرويف حلوة جداً.